بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا ميوكو جيل شرا، مضاد للحموضة وملطف موضعي، ويعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، حيث أنه يعمل على علاج حرقان المعدة وتخفيف الأعراض الناتجة عن الارتجاع الحمضي، ويساعد في علاج عسر الهضم حيث يخفف من الشعور بالامتلاء والانتفاخ، ويخفف من التهيج في المعدة والمريء والحلق، ويساعد في علاج القرحة، ويخفف من الأعراض المصاحبة للقولون العصبي، ويعزز عملية الهضم من خلال تقليل الحموضة. الجرعة لكبار السن والبالغين والأطفال من سن 14 عام فأكبر، خذ من 2 إلى 4 ملاعق صغيرة بعد الأكل ب20 دقيقة أو ساعة أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 180 ملي، سعر العبوة 26 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.